سبايدر مان، شوكر هرب وهو دلوقتي بيسرق بنك في طريق 31 الشرقي. ايه اللي حصل؟ انا كنت فاكره مسجون. كان كده، بس حد من الحراس طلع لزنزانته وخرجه منها ورجع له بدلته تاني. كنت عارف ان شوكر بيشتغل لصالح حد. عرفتي ايه من الحارس؟ كنت اتمنى ان يسأله، بس هو مات. ايا كان اللي خلاه يهرب شوكر، ما سابش دليل وراه. قرف. في مقاطع الكاميرا الحارس كان في حالة من عدم الوعي، والغريب كمان ان الحارس عينه كانت بتلمع جدا، يمكن دي الاضاءة. طيب ده مخيف. هشوف هقدر اعرف ايه من شوكر لما اوصل للبنك. شكلهم أسسوا في السر قاعدة قوية بعد ما اتقبض على فيسك. الفراغ اللي أنا عملته لما بعت فيسك، جيمسون كان صح، الشياطين غلطتها. ونعمل إيه؟ نسيب فيسك مثل أعلى للمجرمين؟ أنت كويس؟ صوتك مش طبيعي خالص. أظن إن خسرت شغلي دلوقتي. المدينة، قصدي نورمان، سحب تمويل. أوه بيت، أنا حقيقي أسفة. لو كان هاري هنا كان ممكن. هيرمان، ما شفتكش بقالي فترة. هي أنا مش محامي، بس متأكد إنك تنتهك القضية. أوبس، أفتكر هنتعلق هنا الفترة. نلعب لعبة الـ20 سؤال؟ لا، طب مصارعة بالإبهام. ماشي، لك ما في الوش. كوانتياتك كلها رقمية دلوقتي؟ قول اللي انت عايزه. عايز نتخانق؟ يلا بينا، يلا بينا. ياه، عايز احطك في السجن علشان نعرف نتناقش بشكل علمي. انت فاكر اول خناقة لينا؟ انا كنت صغير وغبي، اما انت فكنت غبي بس. انت بترخي كتير. طيب دي مسألة اراء. انا قصدي، هل في مقاييس الواحد مسموح له بيها يتكلم قد ايه؟ ومين بقى اللي المفروض يحدد معدل الكلام من عدم الكلام؟ حاجه كمان، قيس ده ازاي؟ عدد المقاييس دلوقتي اقدر اسبب ضرر فيها. بتعمل كده ليه يا هيرمان؟ علشان لو ما نفذتش هيقتلوني. انا في الطريق. لو ما خبيتش حاجة هقدر أساعدك. عايز تساعدني فعلا؟ خليني أخد فلوس وخلاص. آسف، ده مش هيحصل. عارف، الناس ما بقتش تستخدم بنوك. محظوظ إنك لقيت فلوس. لو فعلا عايز تسرق بنك، طلب التداول اليومي هو اللي شغال. استنى استنى استنى. معقولة يا هيرمان؟ طالح مين؟ هساعدك تعمل صفقة. لو اتكلمت هموت. كلامهم ده كان واضح. انت كده بتخوفني يا هيرمان، مش انت اللي تخاف من الناس. انا مش واثق ان كل دول ناس. كيف يكون في اي حاجه تحت الاقنعه دي؟ ثانية، انت قلت اقنعه؟ المقنعين دول عايزين يعملوا ايه بالفلوس؟ مش عارف، ما يهمنيش. مجرد ان اخلص المهمه دي همشي. طيب عايزك تمسك دي بوشك. استسلم دلوقتي وممكن نساعدك. مستحيل، ما شفتش اللي انا شفته. يا حقيقة.
دي فرصتك الأخيرة عشان تستسلم، والمرة دي بجد. بطل تتحرك. طيب أنا كنت بهزر في الأول، دي بقى فرصتك الأخيرة، الأخيرة بجد. آسف يا هيرمان. أنت اللي عملت كده في نفسك حرفياً.